السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبنائي وبناتي الطلاب، سعدت بلقائكم اليوم. سوف أقدم لكم اليوم مادة التربية الفنية للصف الثالث متوسط، معكم معلمتكم حصة رميح. نستعرض سويا قوانين التعلم عبر قنوات عين. بداية يا أبنائي وبناتي، أبحث عن مكان هادئ للتعلم وجهز الحاسوب أو الجوال استعدادا للدرس. أجلس جلسة صحيحة، أتعلم جيدا حتى أتفوق يا أبنائي وبناتي، وأستمع لحديث معلمتي وأجلس حتى انتهاء الوقت. إلى أولياء الأمور، أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة. المادة هي التربية الفنية، عنوان الدرس أرسم نفسي أكريليك الألوان المتضادة. الهدف العام معرفة الطالب والطالبة رسم نفسه باستخدام الألوان المتضادة. الأهداف الخاصة أن يصف الطالب والطالب نفسه بشكل بسيط، أن يسمي الطالب والطالب الألوان المتضادة، أن يذكر الطالب والطالبة خصائص ألوان الإكريليك، وأن يعدد الطالب والطالبة أجزاء الوجه المطلوب منه رسمها، وأن يرسم الطالب والطالبة نفسه، وأن يختار الطالب والطالبة الألوان المتناسبة لتنفيذ العمل. من أنا يا أبنائي وبناتي؟ من أنا وما اسمي؟ وأقف، ممتاز، أقف على المرآة وأرى وجهي، وماذا أستطيع أن أرسم من وجهي؟ أحسنتم، ماذا أرى؟ أرى عينان، ممتاز، وأنف وفم وشعر وأذنان. سوف أرسمه اليوم وألون باستخدام ألوان الإكريليك. ممتاز يا أبنائي وبناتي. وتضاد اللون هنا، ما هو التضاد اللوني؟ تعرفنا عليه في دروسنا السابقة. اللون الأخضر ما يقابله اللون الأحمر، ممتاز، واللون الأزرق يقابله اللون البرتقالي، واللون الأصفر يقابله اللون البنفسجي. ممتاز يا أبنائي وبناتي. والتلوين بألوان الإكريليك، ما هي خصائص ألوان الإكريليك؟ تعرفنا عليها في دروسنا السابقة. أستطيع ماذا؟ مزجها بالماء، ممتاز يا أبنائي وبناتي. عندما تجف أستطيع إزالتها بالماء؟ لا، ممتاز، فهي قوية وثابتة، ممتاز يا أبنائي وبناتي. ما هي خطوات الرسم؟ بداية ماذا أرسم؟ أحسنتم، عندما أرسم وجهي بداية أرسم رأس، ممتاز، والأذنان، ممتاز، وماذا؟ وماذا؟ الشعر، هل شعري طويل؟ أرسم شعر طويل أم شعر قصير؟ ممتاز. ونرسم ماذا؟ العينان، لدي في رأسي ماذا؟ عينان، وأنف، وفم، ممتاز. وانتهينا من رسم باستخدام ماذا؟ قلم الرصاص، ثم ألون باستخدام ماذا؟ ألوان الإكريليك. ممتاز يا أبنائي وبناتي. ننتقل للتطبيق العملي، أرسم وألون نفسي. وماذا أحتاج للتلوين؟ أحسنتم، رسم نفسي بداية أحتاج ماذا؟ الكراسة، ممتاز يا أبنائي وبناتي. وأحتاج ألوان الإكريليك، أحسنتم، والفرشاة، وقلم الرصاص للرسم. أسمي بالله وأبدأ بالرسم يا أبنائي وبناتي. ممتاز، أرسم رأسي، ممتاز، أرسم رأسي هنا بشكل دائري، أرسم رأسي، ممتاز. ثم أرسم أذني، أرسم أذني، عندما أخطئ أقوم بالمحو، أرسم أذني، ممتاز يا أبنائي وبناتي. وانتهينا من رسم الأذن، ننتقل لرسم الشعر، هل شعري طويل؟ أرسم شعرا طويل أم شعري قصير؟ ممتاز، أحدد وأبدأ بالرسم شعري، هنا سوف أرسم شعرا طويل، ممتاز، سوف أرسم هنا شعر طويل،
ممتاز، هنا رسمنا شعر طويل. هل رسمتم معي يا أبنائي وبناتي؟ هنا رسمنا شعر طويل. ممتاز، أحسنتم. وأنتم يا أبنائي وبناتي، هل شعركم طويل أم قصير؟ نرسم. ممتاز يا أبنائي وبناتي. ونبدأ برسم العينان. ممتاز، لدي عينان وفوق العينان لدي حاجب. أرسم ما أريد رسمه يا أبنائي وبناتي. أرسم عيناي. أحسنتم يا أبنائي وبناتي، هل انتهيتم؟ ممتاز، هنا رسمنا العينان. ماذا تبقى لدينا؟ تبقى لدينا الأنف. هل انتهيتم يا أبنائي وبناتي؟ أحسنتم. وفي النهاية أرسم الفم. هل انتهيتم يا أبنائي وبناتي؟ وسوف أرسم الرقبة. ممتاز يا أبنائي وبناتي، هل انتهيتم من الرسم؟ عمل رائع يا أبنائي وبناتي. عندما انتهينا من الرسم ماذا نفعل؟ نلون بألوان الإكريليك. أسمي بالله وأبدأ بتلوين بألوان الإكريليك. اخترنا هنا اللون البني ونبدأ بالتلوين. هنا اخترت اللون البني. وماذا اخترتم يا أبنائي وبناتي؟ ماذا عنكم؟ ماذا اخترتم للون الشعر؟ أحسنتم، اختيار موفق. نبدأ بالتلوين. ممتاز، اختيار موفق يا أبنائي وبناتي. نبدأ بالتلوين. هل بدأتم بالتلوين؟ أنا بدأت بتلوين الشعر. هل بدأتم يا أبنائي وبناتي؟ ممتاز، عمل رائع، عمل رائع. بدأنا بالتلوين باستخدام ألوان الإكريليك وهي ألوان قوية. أستطيع أن أمزجها بالماء، لكن عندما تجف لا أستطيع إزالتها بالماء. ممتاز يا أبنائي وبناتي، أحسنتم، أداء رائع، بارك الله فيكم. نبدأ بالتلوين باستخدام ألوان الإكريليك. نبدأ بالتلوين. ممتاز، هنا نبدأ بالتلوين. الآن أشرفنا على الانتهاء من التلوين. ممتاز، هنا شرفنا على الانتهاء من التلوين يا أبنائي وبناتي. من تلوين ماذا؟ الشعر. أكمل تلوين الحواجب باستخدام كذلك اللون البني والفرشاة وأبدأ بعمل الحواجب. أحسنتم، هل لونتم الحواجب يا أبنائي وبناتي والعينان؟ ممتاز، هل انتهيتم؟ أنا كذلك انتهيت. ممتاز يا أبنائي وبناتي، أحسنتم يا أبنائي وبناتي. ونبدأ بتلوين الفم باستخدام ماذا؟ اللون الأحمر. ممتاز، انتهينا من تلوين ماذا؟ الفم. ممتاز يا أبنائي وبناتي، ممتاز، أداء رائع يا أبنائي وبناتي. هل انتهيتم من التلوين؟ ممتاز، وأنا كذلك انتهيت. عمل رائع يا أبنائي وبناتي، أحسنتم. لتعميم هذه المهارة على أولياء الأمور، تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على رسم وتلوين نفسه باستخدام ألوان الإكريليك.
تجب مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة: أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا، أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها، مراعاة قدرة وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب. قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، كانت معكم معلمتكم حصة رميح، إلى اللقاء.